يعني انه الوضع في كفر عقد عم بيزداد سوء. احنا هاي طبعا القنبلة الموقوتة حذرنا منها مرارا وتكرارا. سيطرة أمنية على هذه المناطق، وأيضا أنه معظم المتساكنين هذه المناطق هم حاملة الهوية الزرقاء، وهذا طبعا عامل تداخل في مسألة الصلاحيات على المواطنين نفسهم. لأيمتى الفلسطيني المقدسي بده يضل يدفع ضريبة الاحتلال؟ احنا دفعنا ضريبة الاحتلال طول عمرنا في القدس كمقدسيين، واليوم ندفعها كمان مرة بأرواحنا. احنا معرضين للخطر.